سيد محمد شقيرة، علاش اختاريتي العنوان تاع يعني جديرة الموت والسياسة؟ علاش الموت والسياسة؟ أنا أعتبر بأن الموت هي ثابت من ثوابت الحياة السياسية بالمغرب، وعندما نتكلم عن الحياة السياسية هي بالمقابل كاين هناك ظاهرة الموت، وظاهرة الموت في الحياة السياسية بالمغرب مسألة ملتصقة سواء بالفاعلين السياسيين أو بالحياة السياسية، بحيث أن الموت كظاهرة ركزت بشكل كبير الشرعية السياسية للفاعلين السياسيين، بحيث أن كل فاعل حافظ على رصيد سواء في مواجهة الاستعمار أو في إبراز حركة الوطنية إلا ويراكم شرعية سياسية تمكنه من القيادة، من امتلاك رصيد نضالي يشكل بالنسبة إليه رصيدا في مساره السياسي وفي قيادته السياسية. بالإضافة إلى هذا لا ننسى بأن في إطار الصراع السياسي الذي كان ما بين الفاعلين السياسيين شكل الموت سواء في كتصفية سياسية أو كاعتقال سياسي أو كاحتجاج أو كإضراب عن الطعام، شكل آلية من آليات الصراع، بحيث أن طيلة فترة الستينات والسبعينات إلى حدود الثمانينات كان الصراع صراعا دمويا أدى إلى تصفية قيام سواء السلطة المركزية أو مكوناتها إلى عملية إما إخفاء قسري لمعارضيها أو العمل على تصفيتهم السياسية. وأظن أنها كاين هناك ربما قضية المهدي بن بركات تشكل أو تجسد هذا المعطى. بالإضافة إلى هذا لا ننسى بأن الموت كظاهرة سياسية شكل أيضا أحد المكونات ديال عملية الحفاظ على التراكم السياسي من جهة، وعلى الحفاظ على استمرارية السياسية، بمعنى أن حتى فيما يتعلق بالأحزاب عندما يراكم أحد القياديين الحزبيين رصيدا مرتبطا بنضاله السياسي أو مواجهته للتهديدات سواء في مواجهة المستعمرة أو في مواجهة السلطة المركزية، إلا ويشكل ذلك الرصيد إحدى الأسس التي يعتمد عليها في قيادة الأحزاب. وهذا ما نراه مثلا بالنسبة إما اليوسفي مثلا عندما أصبح كاتبا أول الاتحاد الشراكي وقاد ما سمي بعملية التناوب، أو قبله ما يتعلق بعبد الرحيم بوعبيد إلى آخره. إذن كل القيادات الحزبية التي قادت وترأست الأحزاب إلا وكانت تعتمد في قيادتها على هذا الرأسمال المرتبط بالموت. بالإضافة إلى هذا لا ننسى بأن حتى في عملية تفاعل السلطة مع مكونات نخبها السياسية تحضر ظاهرة الموت، خاصة فيما يتعلق بالجنازات مثلا، فعندما تحظى شخصية معينة برضا مخزني إلا وتحاط بكل مظاهر التغطية الإعلامية، تحاط بمظاهر الحضور المخزني المكتف، وتحاط أيضا بتلاوة مثلا مستشار الملكي لبرقية التعزية. بالمقابل عندما يكون هناك سخط على أحد معارضي السلطة
يتم التعتيم على جنازته ويتم التقزيم من مظاهر جنازته كنوع من التجاهل السياسي لهذه الشخصية، وبالتالي هذه كلها تجعل من الموت قضية أو إشكالية أساسية للأسف لم يتم البحث فيها بشكل كبير، وربما هذا هو ما دفعني إلى البحث ومحاولة إثارة على الأقل سؤال حول هذه الظاهرة، لأنها في نظري تعتبر من أحد الظواهر الأساسية التي يمكن أن نفهم من خلالها مكونات وتطورات الحياة السياسية بالماري. مسألة الموت حاضرة دون أن ننسى بطبيعة الحال الطب الذي ينظر دائما إلى الموت. العزيز، شنو القراءة ديالك لهذا الكتاب تاع يعني جديدة الموت والسياسة؟ أش كاين شي ارتباط بين الموت والسياسة؟ هو في الحقيقة الموت لم يستفز فقط علماء السياسة، ولكن استفز الفلاسفة والأدباء والمؤرخين وجميع أنواع المعرفة. اليوم هذا الكتاب يقدم قراءة للموت ودوره في بناء علاقات سياسية من خلال مستويات متعددة، سواء من حيث الشرعية التي تعتبر فيها الموت مناسبة أساسية، أو أيضا من خلال الموت يشكل فرصة تتناسى فيها كل الفئات السياسية والاجتماعية، تتناسى فيها الاختلافات وتجتمع فيها، ويحدث هذا نوع من التواصل الذي يفتقده الناس في حياتهم العادية. وهذا الكتاب في الحقيقة يسلط الضوء على ميزة أساسية في الحياة السياسية تتجلى في المناسبة التي يشكلها الموت، سواء تعلق الأمر بنوع من الرموز الأساسية بالنسبة للمغرب، أو سواء تعلق الأمر بالنسبة لبعض المناضلين في الحركة الوطنية. وهذا الأمر يعني لحظة الموت وعلاقتها بالسياسة لا يقتصر فقط وبالضبط على الفاعل الأساسي أو الفاعل الرسمي، ولكن أيضا حتى بالنسبة للقيادات لحظة الموت هذه تشكل لحظة أساسية للشرعية على المستوى السياسي، إذ نجد أن الكثير من التنظيمات سواء في المغرب أو في الخارج تسند شرعيتها على بناء أو انطلاقا من مناضلين الذين كان لهم باع في السياسة وتوفوا في إطار معاركهم السياسية. وبالتالي هذا الكتاب هو لحظة أساسية تحاول أن تستفز لحظة الموت وأن تقدم قراءة لها من ناحية السياسية، مثل ما فعل الفلاسفة والأدباء والمؤرخون. وهذا هو الذي يعتبر جديدا في هذا الكتاب، ويعتبر بطبيعة الحال أول من تطرق لهذا الموضوع على مستوى الفكر السياسي المغربي.